حالة من الحزن عمت الكويت برحيل تلميذ في المرحلة الابتدائية، وسط أحاديث عن مسؤولية مدرسية عن هذا الرحيل. فقد شويع اليوم الطفل عيسى البلوشي الذي تصدر هاشتاغ باسمه ترند في تويتر إثر ما تم تداوله عن تعرضه قبل رحيله للتعنيف من قبل إحدى المعلمات، وهو مريض بالقلب. رحيل الطفل عيسى البلوشي ألقى بظلاله على مجلس الأمة اليوم، كما خيم بالحزن على منطقة الروضة، فيما فتح مجددا الحديث عن أساليب التعامل مع الطلبة في المدارس. رحيل عيسى في التقرير التالي. لم يتسلم ثامر البلوشي شهادة صغيره عيسى الدراسية من ابتدائية عمرو بن العاص، بل تسلم بالأمس شهادة وفاته، ليكون في آخر عهده من الدنيا تلميذا في تلك المدرسة التي ذرفت فيها عينه دمعة لم تهدأ إلا عندما توقف قلبه الصغير عن النبض. أما الطفل محمد شقيق عيسى الأكبر فقد سار في مواكب الجنائز مبكرا، تقدم صف العزاء بقامته الصغيرة يستقبل المعزين بعضيده عيسى ربط الله على قلبي والديه. رحيل الطفل عيسى البلوشي أسهر الكويت منذ نعته وزارة التربية عند 12 من منتصف ليل أمس. أما لماذا نعته التربية؟ الجواب هو أن تويتر مليء بالحديث عن حكاية عيسى مع معلمته الوافدة. تعرض يوم الأحد اللي فات هذا إلى ضرب وتوبيخ داخل مدرسة عمرو بن العاص بالروضة من قبل مدرسة. هذا الأمر خلى يعني يتأثر نفسيا، خصوصا أنه هو يعني أجرى من قبل 3 عمليات في القلب. ثاني يوم توجهت والدته على أساس تقدم شكوى في هذه المدرسة، ما لقت ذاك التجاوب داخل المدرسة، فراحت قدمت شكوى في المنطقة التعليمية، ولكن في وقت تقديمها الشكوى اتصلوا عليها وقالوا لها أنه انتقل إلى رحمة الله. والد عيسى كان متخما بالأسى فلم يتمكن من الحديث، كلما حاول الحديث امتنعت كلماته. كثيرا ما احتضن محمد، ربما كان من خلاله يحتضن عيسى، فيما يحاول محمد رغم ألمه أن يجبر خاطر والده. كانا متلازمين في استقبال العزاء، والد عيسى وشقيقه، ومن الطبيعي فإن قلب الأم أشد حرقا في بيتها. بالأمس استقبلت أمهات تلاميذ مدرسة عمرو بن العاص في الذات أكبادهن حفظهم الله، إلا عيسى لم تحتضنه أمه بل احتضنه الثرى، واحتضن معه قلب أمه بلوعة وأسى، فلها ولوالده حسن العزاء وجميل الصبر.